السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد القوس، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله فضلا وليس امرا يدعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لم أغلق. بسم الله نشوف الملح الروحاني بيقول لك هي. بسم الله الكاشف، أنا شايف هنا أنت يعني تعبت كتير ويعني وللأسف مش لاقي حد تتكلم معاه أو تفضفض معاه، بالك يعني انا مشغول مش لاقي حد تفضفض معاه بالدواق. في شخص هنا سابك وينعزل عنك ولكن مكانته لسه موجودة في قلبك، هذا الشخص لسه مكانته موجودة لسه في قلبك. ابعد الفترة دي عن الكيل والكال، لأن بسبب غيرة بعض الأشخاص اللي حواليك هتوقعك في مشكلة ما كنتش متوقعها. في إنسانة عندها هنا بنت، عندها بنت، الإنسانة دي مش كويسة، بتغير منك وحاط عايزة تأذيك. الغل والانتقام احذر منها، لأن تصرفاتها هتكشف عدوانيتها. هنا في قرار، يعني قرار هتاخذه يخص العمل، عندك محكمة أو قضية أو حد عزيز عندك، قريبك عنده قضية أو حكم، لكانت يعني تيدي لكانت على البال ولا على الخاطر، ولكن رب العالمين هينصرك فيها هينصرك فيها. في تحقق حادث أنت عايزها، وأنا شايف إنك يعني هنا عندك تصليحات تخص عتبة البيت الفترة اللي داية دي. في شخص هنا بيحكي معاك في موضوع وأنت دماغك هتكون يعني بترتيب لموضوع تاني. أنا شايف هنا انت اتظلمت كتير، اتظلمت كتير، ولكن بعد الظلم نصرة، وعندك الفترة اللي جاية دي عدة يعني نصرات، طاقة نصر هتبسطك. في خلاف هنا مع حد، مع عتبة البيت يعني، وفي موضوع انت هتتكلم فيه مع حد وهتكون قاصد تتكلم فيه عشان تعرفهم او يعرفوا حقيقة الشخص ده، ولكن بعد ما يسمع منك هيواجهك معاه او هيكون في مواجهة معاه وهتحطه في موقف محرج، مع انك رغم انك يعني حابب تبين الحقيقة. احذر من الاستغلال خلال الفترة دي، ويحذر يعني انك يعني من الشغل، انك يعني هشايف هنا تنتبه، عايزك تنتبه على شغلك قد ما بتقدر، لانك هنا ممكن تتعرض للخسارة في لو دخل مشروع او شغل او هذا. احذر على شغلك وحافظ على شغلك عشان ما تتعرضش للخسارة. شايف هنا عندك السفر مفتوح قدامك، طريق السفر مفتوح معاك. في شخص هنا بيمضي لك على ورقة، الورقة دي انت بتسعى عليها يعني لها من فترة كبيرة. في مبلغ مالي هيجيلك من دولة او من حكومة او من راتب. شايف هنا تتعرف على شخص هيدعمك وهيساعدك، الشخص هيقف معاك هيدعمك في امور يعني كثيرة. في شخص هنا حد يعني رجع لك من الشخص ده من الماضي، الشخص ده رجع لك من الماضي بس يعني قد بيحاول يبين كبرياءه عليك، يعني بيحاول يتكبر او شايف نفسه الشخص ده. بسم الله الكاشف، بس خلي بالك من الاشخاص اللي عايزه تهد طموحك، يعني عايزه تهد طموحك وتفشلك، عايزكش تندح، عايزكش توصل ليك او لابنائك. خلي بالك من الاشخاص دي، الغيره والحواليك الناس دي مش كويسه. أنا أقول لك هنا حاول ترتب أموركم بشكل صح، وحاول كمان هنا اللهم صل على سيدنا محمد تغير من بعض تفكيرك اللي أنت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص هيكسرك هنا أو هيكسر بخاطرك بسبب كلام
المزعج او يعني تسمع كلام منه او كلامه المزعج، وعندك شخص من عتبة عيلتك هيكون مزعج ليك خلال يعني الفترة القادمة دي. انت تعبت كثير ومريت بظروف، يعني الظروف دي كانت تعب وضغط بالنسبة ليك، يعني شايفين شخص انت سامحته كثير اكتر من مرة ومرة، شايفك برضه بتسامحه بتسامحه بتسامحه، شايفك احذر هنا، احذر، اللهم صل على سيدنا محمد، احذر من الحب خلال الفترة دي، بمعنى ادق حاول انك تعرف من فين اللي بيحبك وفين اللي عايزك يعني في حياتك. شوف اللي بيحبك او عايز لك في حياته عشان مصلحته، اعرف هذا الناس. انت شايف هنا هترزق بمبلغ مادي وشايفك هتفرح بيه، وعندك شخص هنا قلبك هيكون يعني مرتاح له في تصرفاته في كلامه، بقلبك بتكون مرتاح له. شايفك هنا، بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، في شخص ردع لك، في شخص انت منتظره او منتظر منه رسالة، شخص يعني بيرجع لك بطريقة ندم وكأنه مهم، حاولت يعني تصفي منه او تصفي المشاكل او تصفي ما بينك وما بينه الخلافات او الاشياء دي، ردع لك. بس انا شايف ان الهم والحزن اللي جواه قلبك ده مش بتعبر به لحد، وكأن جواك هموم كتيرة ومحتاج يعني من رب العالمين ان يزيح عنك. في اشخاص انت يعني هنا بتقف معاهم في ازماتهم وهم دايما مكرين، في شخص هنا هيذيلك لحد عندك عشان يعتذر منك بسبب غلطات كتيرة صدرت يعني منه، ولما قعد بينه وما بين نفسه غلط نفسه. في اشخاص كتيرة يعني الاشخاص دي غلطت فيك، وانت هتقبل الاعتذار او هترفض او هترفض. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله الكشف. فضلا وليس امرا احبابي في الله، دعموا الفيديو واللايك. شايف هنا الركود مسيطر عليك من فتره، شايف هنا وهتكمل معاك الفتره، شايف انه في حد الفترة دي بسيطة او بعدها هتبدأ الامور تتحل معاك، واحد هنا ورا الثاني هتتحل معاك الامور في كذا مصلحة بإذن الله تحقق معاك. شايفك هنا بتبعد عن الاشخاص المزعجة او الاشخاص اللي بتسبب ليك ارهاق نفسي. في شخص هنا من العيلة هيكون يعني اللهم صل على النبي في بينك بينكم كلام، والكلام ده هيقلب لخناقة، شخص هنا بيلجأ ليك في مشكلة تخصه ولكن انت بترفض مساعدته لانك عارف ان الشخص مش يعني بيكبر او بيكبر لحد، بيقول لك ما يعني هنا ماديات، شاف الماديات في توتر، وانت يعني هنا عندك فيها يعني مشكلة او توتر، وانت هنا ما مصاريف او حدث يعني مصاريفك اكتر من داخلك، شايف مصاريفك اكتر من داخلك، بتدري ورا الزمن او حاجه زي كده، بس انت هنا شايف يعني الزمن مش مدي ليك حقك. احذر من حبايب يقلبوا معاك باعداء، واحذر من اتنين بيحقدوا عليك بس ربنا بينصرك عليهم. يعني شايفك هنا ما تحاولش تقف ضد الحبيب او تعاند معاه الفترة دي، لانها فترة مش هتكون في مصلحتك، في مصلحة، شايف هنا مصلحة برضه حكومية، في مصلحة حكومية بتخلصها ومناسبة حلوة بتفرح بيها يعني، وبتلم الحبايب. شايف واحدة ست غيرتها عليك هتكون عاملة ليك مشاكل، شايفك هنا ربنا العالمين هيخردك من مرحلة تعب انت هتتعرض لها. ابعد عن الخوف واليأس وبص لحياتك، بص لحياتك لقدام وبص لعيشتك وحاول يعني تتمد خطوات لقدام. التوتر والتعب حاول تخلص منه وتطلع منه. شايف هنا
عندك تبريد لأشخاص أنا أتعافى عنهم في كلام وأنا أتعافى عنهم، بس ما تبررش لأشخاص إلا يعني اللي ما تشوف الحقيقة قدامك. في منفعة جاية لك، فيها خير. عندك شخص يعني الشخص ده بيخنقك في طريقة حديثه معاك الفترة دي، شافك هنا أنا أنت يعني الفترة دي هتعاني بحالة عاطفية أو بحالة عاطفية غير مستقرة. شايف هنا الظروف المادية فيها تقلبات، ولكن الفترة اللي جاية العوض المادي معاك هيتحسن. في أشخاص هنا هتاخذ منك يعني أو هتاخذ منك موقف بسبب يعني بسبب الغيرة، واحذر الفترة دي من الخلافات العائلية. في أشخاص حاسدين، الحسد ابعد، خلي بالك حاسدينك، يعني الناس دي حسودة وحسداك لدرجة كبيرة. وأنا شايف عندك هنا النصر من رب العالمين. شخص هنا ظلمك أو هيظلمك في كلام، الشخص ده هيظلمك في كلام هيقوله عليك. يعني عندك هنا شخص مهم كان يعني ليه معزة دواك أو دوا قلبك، بس أنا شايفك هنا لأنك يعني هنا متردد تاخذ خطوة اتجاه مكالمة تليفون أو رسالة هتديلك، بس هتبص فيها ومش هترد عليها، وفي عندك هنا وحدة ست تصرفاتها معاك هتكون مش عجباك، وفي نفس ذات الوقت مش هتكون قادر تكلم او يعني تكلم حد او تكلم او تعبر في فرصة السفر ديالك. واحذر من التجسس عليك من اشخاص حواليك هدفهم منك انهم يعني يوقعوك او يخرجوك عن شعورك، لكن رب العالمين هيقف معاك. في موضوع هنا خصام او مشكلة مع حد، انت هنا شخص معطي او معاطي كثير مواقف وواقف يعني مع ناس كثير واقف مع، لكن لما تعوزها مش بتلاقيه. عندك موضوع محكمة او قضية يعني مش مريحاك او تعبان او قلقان. في عندك هنا شخص انت هتقدر تخرصه بردك عليه. الرزق جاي لك، الرزق جاي لك قريب، هتنبسط بيه جدا. في بلوك بينك وما بين شخص هيحصل او حصل هيحصل فيه، وفي عندك هنا زيادة في الرزق، زيادة في المال. شايف عندك زيادة كبيرة في المال كويسة. شايف انها هتكتشف امور حواليك، هتكتشف كل اللي حواليك وهتعرف اللي محتاجة تعرفه هتعرفه. في حد عندك هنا يعني تعبان او مريض، تعبان عنده مرض او عيان او تعبان كعزيز على قلبك. في منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك، كما كنا احتفظ ليهم، احتفظ لاسرارك منهم، واحتفظ يعني منهم الاشخاص دي. هنا دايلك هنا شافك هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، جايلك فرحة بتنسيك المواقف اللي حصلت معاك وكسرت قلبك، بتنسيك. ربنا يحقق ليكم أمنية والأيام اللي داية. عندك الفرحة في أرض بيتك، خطوبة، ارتباط، زواج، بشرب مولود، بشرب نداح. في فرحة في أرض بيتك، هتقف على الأرض الصلبة وهتوصل لهدفك، المشروع اللي انت فيه. حاول انك ما تخسرش مشروعك او تخسر خسارة في المشروع، حاول تلتزم بالطريق الصح وتمشي في طريقك الصح. في نقلة من المكان لمكان، هتشتري ان شاء الله مسكن او بيت او منزل ان شاء الله تشتريه، هتكمل المبلغ المادي وراح تشتريه بإذن الله تعالى. شايف عندك الفرحة ديالك، فرحة ديالك بقدرة الله. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فيشرفني اشتراككم في القناة، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة، كل العلاجات منزلها لكم من قبل داخل القناة. واللي حابب يتواصل معنا الرقم أمامكم، يشرفني يتواصل معنا واتس، وإن شاء الله هنكون في حسن ظنه، وأي مشكلة هنحلها له بإذن الله.